فوتوكارل لجارفيلد. فوتوكارل لجارفيلد تحفة فريدة بمكونات عديدة، يوحي لك اسمها وسنها بأنها من أزمان بعيدة. اليوم بيعيد تقديمها الفنان تركي بطريقة جديدة، وهي تستاهل لأنها بطبعها وتكوينها فريدة. إن عطر فوتوكارل لجارفيلد هو عطر شرقي حار للرجال، مكوناته العليا من الألدهيدات، الخزامي وبرتقال المندرين مع الجالبانوم مع البرجموت والليمون. من هذه المكونات تتنبأ مباشرة بافتتاحية حمضية فاكهية خفيفة لطيفة تجلب الانتعاش ورائحتها تريح الأعصاب. أما المكونات الوسطى فهي بخور مريم والكزبرة والقرنفل والياسمين والكروية والورد والعسل، يعني مزيج بيقول لك أمر تديني وبطل كسل. إن هذه المكونات تجلب فعلا الخف إلى الجانب القوي والمخيف من العطر. وعلى هذا النهج جاءت قاعدة العطر، تتكون من خشب الصندل، التونكا والعنبر، الباتشولي والمسك والجاوي، وتحلب السنديان وخشب الغيات وخشب الأرز. وكل مكون من هؤلاء المكونات يحتاج فرز، لأن القاعدة بهذه النوتات مليئة بمجموعة لآلئ متلألئة تتلألأ، حيث تجد تمازج بين خشب الصندل والتونكا التي غالبا ما تستخدم في قاعدة العطر لرائحتها الزرعية الخفيفة والمخيفة. يزيد من غموض الرائحة إضافة الباتشولي حيث الانتعاش والغموض. وكلام كتير يقال عن المسك مع العنبر والجاوي، ممكن تقرأ فيه مجلدات لو كنت ناوي، لكن المختصر ان في هذه المرحلة ستجد الفوحان والتوازن العطري موجودان وبقوة. فمزيج القاعدة بهذا الشكل يترك لك رسالة مضمونها: لا تعتقد اني سأزول وأجف سريعا. في النهاية ونصيحتي المعهودة: دع أنفك على الروائح تتدرب، وما تشتريش قبل ما تجرب. دمتم بكل ود.